ما يمرضوش المرضى اللي قاعدين يصفيو في الدم، ولكن شهر من بعد مازال القسم مسكر ما يخدمش. علاش وشنو اللي صاير مع المرضى اللي من المفروض تتم عملية التصفية متاع الدم تاعهم في قسم المستشفى الجامعي بمدنين؟ بعد شوية نتحولوا المدنين مقبل ملاك، حطنا في صورة ملف تصفية الدم ومرضاه في تونس. نحب نقولك حمزة، اليوم العدد المصابين بالقصور الكلوي في تونس يوصل لقرابة 12,000 مريض، 85% منهم يعالجوا في القطاع الخاص و15% في القطاع العام. عدد المراكز تصفية الدم في القطاع الخاص توصل 116، في القطاع العمومي 49. نلقاو أيضا 3 وحدات تابعة لوزارة الدفاع، 3 وحدات تصفية الدم تابعة وزارة الداخلية، و6 وحدات تابعة للضمان الاجتماعي. بالنسبة لمريض القصور الكلوي يستحق 3 حصص كل أسبوع. في العام توصل عدد الحصص نتاعو ل 156 حصة، كلفة الحصة الواحدة 116 دينار. اللي ديجا فيها فما اشكال صاير مع الكنام على الترفيع في الكلفة نتاعها، دونك الحصة تكلف 116 دينار على المريض، والكلفة السنوية للي يقوم بتصفية الدم توصل حتى ل 100 مليون دينار. لكن لهنا تعرفوش حمزة ان قديش عندنا من مريض يتزيد سنويا وشهريا بالقصور الكلوي في تونس؟ قديش من مريض يتزاد في العام؟ قديش من مريض يتزاد في العام؟ عدد كبيرة هي الحقيقة، ما ليش حق الرقم 300-400 ألف. كل عام نسجلوا قرابة 1000 مريض جديد بالقصور الكلوي بمعدل 50 مريض شهريا. وهذا يرجع لشنو أهم الأسباب؟ يرجع الملح للسكر للناس اللي ما تعملش تقصي على الشحم في الدم على بكري، وعلى المصابين بمرضى السكري. واضح. شكرا جزيلا ملاك على هذه المعطيات. في هذا الكل واحد من المراكز العمومية اللي هو المستشفى الجامعي بمدنين فيه مركز لتصفية الدم ولكنه مسكر عنده شهر. كلمونا المستشفى الجامعي بمدنين، كان من يشغلته مستشفى الحبيب بورقيبة، مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين. شوفوا والاختصاص نتاعو شنو فيه؟ فيه قسم، قسم اللي لا معناتها اللي هو التصفية، اللي هو القسم اللي يهم الجهة. طبعا يهم الجهة، ولكنه تو مسكر عنده شهر. مفهوم سبب بكتيريا المستشفيات، اما اللي ما فهمتوش انا هل نجم يتسكر قسم شهر كامل واحنا نداويو في البكتيريا نتاع المستشفيات؟ اي مده طويله شويه. طويله برشا. لك المرضى اللي كانوا يمشيوا الغادي شنو مصيرهم؟ شنو مصيرهم؟ اي يظهر لي فما اجراءات، يظهر لي المستشفى عمل لهم حاجه بديله، حاجه بديله، ولكن هاو تشوفوا وضعيه بالضبط. يظهر لي تم توزيعهم على مناطق أخرى حتى مناطق خاصة ويتكفل بهم المستشفى. دور لي هذا اللي ماشيين فيه، ولكن نحب نفهم أقل شيء بلا أي. نحب نفهم علاش قعد شهر كان جاوبونا مستشفى الجامعي بمدنين. أيوة هاوي نقص هاي كرا نمشيو. هذا المستشفى الجامعي بمدنين ما جاوبش. كلمونا الإدارة الجهوية للصحة اللي هي في مدنين، هي زادة ولا تابعة شنو؟ مدنين هي مقر الولاية. هي مقر الولاية مدنين. نمشيو للإدارة الجهوية للصحة. إدارة الجهوية للصحة بمدنين. الإدارة الجهوية للصحة بمدنين. خلنا نلقاو شكون فيها يتفاعل معنا. الو صباح الفل. صباح النور. الاداره الجهويه للصحه. هاي تفضل. عسلامة سيدي حمزه بلومي، انا توا معاك في المباشر على اذاعه اي اف ام. تفضل يا غالي. مرحبا وربي فضلك استاذ. يعني بربي فماشي شكون ينجم يجاوبنا على موضوع قسم تصفيه الدم في المستشفى الجامعي بمدنين القسم المغلق؟ نعرف سيد المندوب او من ينوب وعندوش معناتها ما يقدم لنا من معطيات على قسم تصفيه الدم المسكر في المستشفى الجامعي بمدنين. اي نعدي لك كان تحب زوج من الناس. أي؟ يا المدير الجهوي تفضل. اي يا مدير الصحه الوقائيه اللي هو دكتور زيد العمد. دكتور زيد العمد. العمد اي تفضل. اي نكونوا سعداء بانوا ناخذوه سي زيد الجهوي ولا المدير الجهوي اللي تشوفوا انت اني هو معني بالموضوع. المدير الجهوي هو الملم اكثر. ملم اكثر. ما لعتيني المدير الجهوي اللي هو سي
سمير مرزوق، دكتور سمير مرزوق. دكتور سمير مرزوق، تفضل تفضل. الصحة. والله شكرا جزيلا، وان شاء الله نلقاوها متفاضي دكتور سمير باش يعطينا. تفضل تفضل، انا نستناو معاك في المباشره. اي وي اي 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 دكتور سمير مرزوق هو في كل حاله لنا، مش عادينا المدير الجهوي. ها اي ستي، ناخذوا الدكتور ان شاء الله ناخذوه وتحصلوا عليه اكيد يعطينا التفاصيل على هذا الملف. يا سيدي حمزه سيدي لحظه، السيد المدير مع الكهيه نتاعو. لحظه وكنكتب نرجع لك انا ولا ترجع لي انت؟ انا نعاودوا للتواصل به، نعاودوا مال التواصل. لحظه تتصورها تبتا ولا لا؟ هبنش نمشي نشوفه انا. لا يعني تم اعلامه هو انه هاني معاك، هاني ماناش معلقين، ميسالش خذ وقتك. أوكي. انا معاك. تفضل 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 سيدي، تفضل تفضل به. هاي سيدي خلي شوفوا مثالش، ما يخدموا على رواحهم، سامحونا احنا نصدمنا عليهم معناها ساعات. واحنا اللي صالحك المرضى يستنوا في جواب باش يطمنوا على المكان اللي يمشي ويقوموا فيه في تصفية. هو تصفية بيد عملية مرهقة وشاقة للمريض. صحيح. فما بالك يبدا زاد يفركس في المكان اللي باش يمشي له. عذابك ثم شكون يمشي كل يوم، ثم نهار بعد نهار. كل واحد فينا تقال عنده في العائلة شكون يتعدى بهذه المحنة، يعرف المشقة هذاك. علاش الدولة ماذا بها تسهل شوي للناس هذوما؟ هو اللي يظهر مختار انه الحقيقه يعني المستشفى قام بالواجب مع المرضى، نزيدو نثبتوا، قام بالواجب في معنى انه وجهوهم لمراكز اخرى مع توفير المستلزمات الطبيه الكامله وحتى من وجبه الطعام وكذا. يعطيهم الصحه، يعطيهم الصحه. لكن كما يقولوا بيان سور، لكن يقولوا انه وانت قلتها توا مختار، المريض نتاع التصفيه يعني الكيلومتر بحساب. صحيح. يعني كان انت تزيدوا 10 20 30 كيلو مهما معناها ديما باهي داكورد. او استنى مثلا جمعه شهر شهر بكتيريا ذي ما تنحاش معناها ما نعرفش. يقول لنا هو الدكتور ان شاء الله يعطينا التفاصيل. ماكشي احنا ما نفهموش اللي بكتيريا المستشفيات، هذه حاجه تقعد برشا. حمزه عمليه التصفيه الوقت اللي تستغرقوا العمليه بيتا تاع التصفيه اي الانسان المريض أي يقعد أي. ويعدي بقيه اليوم نتاعو ماهوش في فاشل تمام، فاشل اي لا ما ينجمش لا يقوم لا يقضي لا يعمل يتحرك لا يعني النهار نتاعو بكله نهار التصفيه هذاك مخصص للتصفيه. هذاك علاش ديما ماذا بينا كي تبدا ثم ظروف افضل اللي فايتها المرضى هذوما. هو الحق ديما فما الكلام على تصفيه الدم، وديما يجيوني المرضى والا عائلاتهم، يما المراكز تاعبه، يما فما اشكاليات على بعض المواد. متى يسوء الحظ ديما موجود المشكل في العلاقه بهذا. الخدمات الصحية تتطلب زادة ميزانيات اعتمادات واحنا والفلوس هالمدة كل حاجة حالة فمها وطالبة فلوس يلزمها تماما تصبر تماما. وسمع ساعات حاجات ما تصبرش، اما حوايج ما تصبرش، صحة المواطن آوي ما تصبرش. آوي آوي آوي. ننتظر إذا تفاعل الإدارة العامة للصحة في مدنين في علاقة بقسم تصفية الدم في المستشفى الجامعي بمدنين القسم المغلق. احنا تقريبا وصلنا للوقت نتاع الفقرة، تو نعاودوا نتواصلوا معاه. هلك خذ علينا الاتصال بربي، عاود ارجع لها لدار الجاوية، خاطر انا متأكد انه سي سمير مرزوق باش يتواصل معانا يكمل فقط هذا الاجتماع. رجع لي وينو ترى؟ عمش ناخدو ترى؟ الو الو تسمع فيا سي حمد؟ توا نسمع فيك سيدي، قل لي معاك بوشناقي دار الجهوي. صح مرحبا ندي به. كنت انا سيد المدير الجهوي اي تو في اجتماع مي اتصل بالدكتور مدير سبيطار مدينة احلام كنيس اي وقلنا لها راهو سي حمزه باش يطلبك تو باه خذ عندك النيميرو. ها اي سيدي اقعد معايا يا استاذ، باش تاخذ من عندك ملاك الرقم حالا، خلينا نخرجوا بركه من الانتين، تاخذ من عندك الرقم ونتواصل احنا مع الدكتوره احلام كنيس مديره المستشفى الجامعي بمدنين. مع شكرك وشكر السيد المدير الجهوي، يعطيكم الصحه سيدي، شكرا على تفاعلكم وشكرا على خدمتكم. كلم المدير. نمشي بعد لحظات مع المهمة متاعنا بالنسبة لليوم، ونشوفوا شنو اللي صار في الجماهير ماتش الترجي والوداد. حبيبي تيجي نبسط